كان يصور اسمه ليش صاير خايس تعود عشان خلاص تعودت خلاص تعودنا تلقى الكلام ما يصير هلا والله حياكم الله متابعينا الله يعطيكم الصحة والعافية الحين احنا في اليوم الأخير من آت هاك اليوم طبعا بغطي حتى الغداء فحياكم الله ممكن ما يبين وجهي كله صح؟ اي والله ثانية شوي اي لازم ابعد شوي كذي احسن شلون سندويشاتكم زينة؟ ما جربتها باقي. أنا جاي سخن لازم سلطة بعدين. بس كذا تمام عليك. كذي تمام بس؟ خلنا نشوف السندويش على شنو هو. طيب بسم الله. قاعد اصور الحين ايه ما شاء الله هي شغاله ها تمام كلنا سندويتش وسلطة وموز وبوتيرس وميحة عدل لا بس قدم مقدم حق اوكي مقدم قدم لسه بقى السلطه لسه السلطه مو كويسه فتوش زينه سلطه فتوش لا خوش شيء بس ما ندري عن ذيل اللي ياخذون 10 ويا بعض ما بياخذونهم ولا بس كذي زينه ماي موز عشان الرياضة تركض كيف؟ يقول لك الأكل جيد شو صار زي عطيه؟ كان؟ صار زي عطيه؟ كيف يعني؟ تقول لي صار زي عطيه ولا اسمه ما اسمه؟ لا أقول الأكل طيب ايه الأكل ممتاز شو اسمه هذي؟ هذي كبة هذي كبة مرة من هم ما تعرف اسمه هذي؟ ما أدري والله ما أعرف الفرق بين الكبة والفلافل. لا الكبة تجيك طويلة كذا ما بيجي داروية. الكبة عادة ندخلها لحم برضه. الفلافل ما يجيك داخلها شيء. هاي داخلها لحم، في مرات يحطوا لحم مرات دجاج. صار لي اليوم اقل الوقت. نحط 3 ساعات 17 دقيقة بس. الواضح انه بيشبج المهرجان والحفل باكرا. الواضح يعني. على 9 يمكن مذكرين كذا. ما اتوقع. شوف الحين الساعة 2 اظن 2 صح؟ بيخلص الحفل الساعة 5 معناته بيخلص المذيع 5 زين والله بالضبط 5 بيخلص ها
احنا الحين اهم شيء انه يعني محتلين الصداره فما يحتاج يعني مستعجل. ويلا احنا في الصداره. احنا بنسلم الجائزه من الله تبارك وتعالى. ما ترى بعد اليوم يمكن رقم يجلنا رقم ممكن يجلنا اليوم إن شاء الله. قلتك ما أبغى إلا الماك بوك إذا جاء هذا يعني سالس يمكن أطير عرفت يمكن من هنا تشوفني هناك ها صح؟ أقول لو جاء الماك بوك يمكن تلقاني أطير أي الطاولات يعني أي والله يلا ان شاء الله هو ياخذ ماك بوك وانا اخذ ساعة ابل ان شاء الله ما تدرون لا بس حلو الحافل ما شاء الله فعالية حلوة مكان ممتاز ما تحسف على المسافة لا لا ما أقول لك أول إيفنت بالنسبة لي أحس أسطورة أمس مذيع الأخبارية كان يسألي يقول لي شو رأيك في الحفل كذي والتاريخي قلت له إنه ممتاز صورت ولا ما صورت؟ لا لا ما صور. كان شو اسمه؟ خفت يصير مشهور أكثر من اللازم. إيه نعم خلى شوي شوي أحسن. يلا. هو حس إني شبعان صراحة. إن شاء الله بيحطوني في مطعم سبونج بوب يعني. عارف مقطع مطعم سبونج بوب. ما قصي مالك تبغى قهوة ولا شاي؟ شاي وقهوة خليني بس اشوف ال سكر خليت لك برا تسلم يا غالي تسلم بقول لك حبيت اسوي في المقطع اوكي شوفه شو ما المتجر طول على الصوت شوي اه هذا في كل الشخصيات الكوميديه ها خليني اوريك Thank you.
القاط ولا اسوي له اكل. ما متجر الكوميديا هذا. يقول لي سوي الفيديو خطير. اي والله هذا الخوف يحطوني بعده في المطعم ذا. جايب الساندويتش حلو؟ ها؟ ما جابك الساندويتش؟ أكلت الساندويتش. احس اني باقي شبعان صراحه. شلون؟ احس الفطور باقي من البيت. ما راح تحس شبعان؟ انا احس قدوهم امس احسن. خبزيش بس دي ذكري هذا الصندوق والعلبة ذكري بمسلسل كرتوني قديم يقول علبة خدائي علبة خدائي عرفتها. أخبر الصوت مو غريب اللي زي في يقول بس ما توقع إنه كان حق مثل اسمه أول وقصة انه هو مات يد الله يرحمه. الله يرحمه. عاد في شو اسمه حرمتين ثلاث في واحدة في مدرسة. هلو. هاد يحبون يد حب اليهد. شلون؟ ودحين متون فيه. وما فأخذوا فواحدة منهم أخذت الحفيد عندها بدل يدرس في المدرسة. عند العيتة وعند العيتة تجيب لك كل شيء أبد نوم. عرفت شلون؟ فصارت خنقة ومشاكل بينهم كل واحد تخانق تبي ذا الولد وياه في المدرسة. عشان يذكرهم بجدهم. إي يذكرهم بجدهم. قال يشبه يده وحيل مو طبق الاصل. نسيت والله شو يصير صحيح بس هذا احس احسن من حق مات اليوم صح؟ لا واجد واجد ماشي ايه كابامارو اسمه شوف هذا هو اوه كابامارو ما معروف هذا ايوه انك صادق هذا هو اي النينجا النينجا هذا معروف كله يقول شاومان ايوه الشاومان حطيت لي سكر قلت لي برا اي برا ما ما بدون سكر يوم ود نصور صورة زيت امس مو شيء احترافي شيء حلو شيء روعة ايش رايك وين؟ انا ابغى اصور عندك في الكتاب هاك اتهاك نفسها الامس يعني ما صور اي نصورك مو مشكله بس انا مثلا اقترح لي مكانا اخر صور يم الريال ذي اشتري ريال ايه مو منور مو منور مخرب عليه الاستديو اللي عنده مو المشكله ما في نور بس
على فلاشي يكفي. والله فلاشي حق الصوتيات هنا بقى. شوف هذا. اوه اي والله ما انتبهت عليهم صدق. هذا يسوي لك موسيقى ويسوي لك. يسمونهم دي جي. ما في دي جي بعد. مهندس صوت يسمونه. دي جي هذا بس بالله. البوتيرس مو بحيل. والله ما كملت انا صراحه. ما بارد. بارد غشل. اقول لك بارد يصير قاسي ما يمديك تاكل زين. اشتغل الوقت بعد شويه بعد تعال اشتغل لي على شلون تقول؟ بعد شويه بحاول اشتغل الوقت واشتغل لي على البرنامج برمج مقطع عيد بس يبغى نقرب شويه والله حلاوته لو في موقع شفت في منصات حلوه تسوي حتى يسوي تشالنج بالبرمجه يعني مثلا عرفت مثلا وشو انا عارف العاب يعني مثلا عندك لا لا زي في توب كود تعرف منصه توب كود توب كود في منصه توب كود هذه تقدم بس مسابقات مسابقات برمجية واحد يقول لك مثلا ايش عندي مشكلة ابغاك تسوي لي كود خلال مثلا ساعة تحل لي هذه المشكلة زي كود مستعجل عليه مكافات 3000 دولار اي بس لازم تكون عبقري برمجة تكون يدك هذه الظاهر ما تنشأ من كثر الكتابة وغير كذا انك تكون زي ما قلت يعني تتخصص في اللغة عشان لو جاك فيها فرصة خلاص انت فاهمها من جذورها فاهم اللغة صح انا اميل الى ان انا اتعلم بشكل كبير جدا الجافا سكريبت. جافا سكريبت ممتاز بس لانه لغه لذيذه حقيقه. شوف انا من ناحيه تقدر تقول ان الفريم وركس الموجوده فيه كثيره جدا. عرفت شلون؟ هذا تعبك يعني. اذا كانت جافا سكريبت تكون تايب سكريبت. تايب سكريبت زين هي جزء لا يتجزا من جافا سكريبت حقيقه بس ايش الفرق بينها يعني؟ الفرق بسيط جدا يعني اعطيك الفرق البسيط يعني ايش الفرق الجوهري ليه تستخدم تايب سكريبت وليه تستخدم خلي بالنسبه حق اللي هو الفاريبل تايب زين الجافا سكريبت ما فيه فاريبل تايب بينما تايب سكريبت فيها فاريبل تايب عرفت شلون يعني النوع المتغير اقدر اخلي بوليان اقدر اخلي طول العمر السلامه النمبر اقدر اخلي سترينج اخلي اللي عرفت شلون ففيها تخصيص يستخدمونها عاده في الانجولار اتوقع حتى عندكم في الرياكت زين بحيث انه والله انا عندي مثلا كائن احدد والله الكائن ذي يوزرز الكائن ذي والله مثلا امبلاي مثلا زين
فاذا انا حددت بالضبط وين هو زين انا هني قلت حق البرنامج لا تالف لي عطي هذا النوع نفسه زين اذا اعطوني هذا النوع نفسه انا ايش بسوي اللي بسوي انه انا بستخدمه بشكل اسرع واحسن زين طيب الجافا سكريبت الجافا سكريبت فيه بعد ميزه حلوه ان طبعا الفيو على فكره الفيو يستخدمون اللي هو الجافا سكريبت ما يستخدمون التايب سكريبت جميل يستخدمون التايب سكريبت ولا جافا سكريبت لا جافا سكريبت ما يستخدمون التايب سكريبت وش الفيو منصه هذه ولا ايش ها الفيو لا ليست منصه الفيو دوت جي اس الفيو دوت جي اس مشابهه حق الانجلر والرياكت الفيو مثلا كنه مثلث كذي مثلث مقبول عرفت ايه عرفت شلون من ضمن المكتبات حق الفرونت اند يعني تعتبر الرياكت والانجلر والفيو كلهم فريم وركس تابعين حق الجافا تقدر تقول زين فتعلم لغه الجافا سكريبت ممتاز وشيء رائع جدا اعتقد ان هذا هو المستقبل الجافا سكريبت فالافضل ان الواحد اللي بيتعمق يتعمق في الجافا سكريبت زين وعندك مثل ما ذكرت امس مثل بايثون مثلا بايثون نعم والبي اتش بي رغم انه ما بحيت ولا اطيج طيب قد واجهت اي مشاكل في الجافا سكريبت واجهت اي مشاكل برمجيه تعتبر يعني مشكله في اللغه ولا ما مرت باي مشاكل من هذا القبيل؟ عذرا بس تعيد السؤال الثاني صراحه في المقابله هناك محاوره اقول لك انت شو اسمه حاليا الجافا سكريبت هل لا يعني واجهت فيها مشاكل من ناحيه لغه يعني اللغه كانت ضعيفه فيها جوانب في ما اعتقد يعني ما حسيت مره انه كان في معظم الجوانب يعني ما قد مره حسيت انه في نقطه معينه ضعيفه في هذه النقطه لا ابدا التايب سكريبت تكمل بعد المشوار التايب سكريبت تصحح الجافا سكريبت تكمل المشوار واشياء بسيطه يعني تستخدم فيها التايب سكريبت الاكثر استخداما تستخدم الجافا سكريبت او الجافا سكريبت في ميزه انه سريع في التشغيل يعني هذه يمكن تحسب له انه سريع دائما يعني برامجه دائما سريعه صدقتي يعني انا كنت استخدم السي شارب دوت نت احس انه في فرق في السرعه فعلا في فرق كبير في السرعه فلهذا اوصيك واوصي المتابعين الاعزاء انهم يعني يتعلمون الجافا سكريبت هو الافضل عرفت شلون ممكن في منصات عديده ذكرتها مسبقا حول تعلم لغه البرمجه وشلون منصة صدر أحسن شيء حلو عشان يعطوك بونص يعطونا بونص ممكن تكون في وظائف أصلا من المستقبل والله شو الجافا سكريبت أنا يعني لاحظت يعني نوعا ما انه مكاتبه جدا كثيرة لدرجة انه يعني سير ممل بكثر مكاتب يعني يعني مثلا لو بجي نستلم مشروع فانا قدامي يمكن حدود اقول 5 أو 6 مكتبات لازم اعرف كيف تشتغل هذا الشيء نوعا ما متعب يعني عندك زي انجولار فيو رياكت عندك اللي هو اي كوميرس جي اس هذا حق المتاجر الالكترونية هذه كلها مكتبات يعني مختلفة ولها استخدامات مختلفة بس كلها بالجافا سكريبت يعني انا وصل الجميع واياك ان اذا جيت تحدد المشروع وماهيته والاشياء اللي تحتاجها فيه لابد انك تسوي دراسة عليه تشوف الافضل بالنسبة لك شخصيا انا مثلا اتقن الجافا سكريبت راح ابدا حلو ايضا في وصيه مهمه جدا اللي هي انك تبدا من حيث انتهى الاخر صح زين يعني مثلا انا على سبيل المثال اذا بديت برمجه
عادة استخدم الجيت هاب. اروح حق الجيت هاب مشابه مثلا، اخذ بعض الافكار ثم اطبقها على اللغه اللي انا احسن. عرفت شلون؟ واضح؟ فبهالشكل يكون اسهل اسلس، وايضا يكون انت بدات من حيث انتهى الاخر. واضح؟ فمهم جدا للامر. عرفت شلون؟ انك تبدا من حيث انتهى الاخرون، ولا تبدا عشوائيا. البدايه العشوائيه عاده تجيب لك النشاط البرمجي الى جوبر. في اشياء زين ممكن انك انت تظل فيها ما تعرف لها، فافضل شيء مستقل. عارف من الصوت مستقل، ممكن انك انت تطلب من احد المبرمجين انه يساعدك في نقطه معينه. فطبعا قبل فتره واجهت بعض الصعوبات في البداية، أول ما بدأت في الأنجولر واجهت صعوبات كبيرة وتحديات عظيمة. فاللي سويت أنا سجلت التحديات في ورقة عندي، من ثم رحت حق مستقل وكتبت لهم أنا أبغي مساعدة على مشروع معين في التعلم. فجوا لي عدة مبرمجين ومبرمجات أيضاً. زين اخترت واحد مصري مهندس، مهندس احمد نجيب، وما قصر وياي. وش اسمه سجلت حتى اللي هو شو اسمه الجلسات اللي كنت وياه فيها سجلتها، بحيث ان انا اتعلم تكون عندي بعض المعلومات لكي ابدا. لازم تبدا من حيث انتهى الاخرون. اكيد المهندس احمد نجيب عنده خبره تقريبا قال لي 8 سنوات، 8 سنوات في انجولر لها معنى كبير. فانت حلو انك تاخذ خبرته الاشياء اللي بيعطيك اياها. ما كان سعره جدا غالي، كان 200 ريال بس استشاره 200 ريال. فحلوه حلوه حيل. كم كان عدد الساعات؟ عدد الساعات اللي انا طلبت من عنده 5 ساعات فقط، ولكن كانت متروسة بالأسئلة. عرف شو يعني؟ يمكن 16 سؤال صحيح. فحلو حيل، علمت أشياء كثيرة من الجلسات دي، واستفدت في الانطلاق كيف أبدأ كيف انطلق. علم يعني التوكن، علم شلون بسوي التوكن، المكتبة اللي أحسن مكتبة حق التوكن. لأنك أنت بتلاقي لو جيت أنت بشكل عشوائي تشوف مكتبات واجد حق التوكن. أما هو جالي وقال لي لا تستخدم كل المكتبات، استخدم مكتبة جي دبليو تي. فبدأت فيها، بدأت أتعلم هذه المكتبة. هذه المكتبة راح تساعدك كثيرا على الكلام. فأنا بدأت فيها. واضح. فكان الأمر هذه جدا رائع. أنصح الجميع أنه يسوي هذه الخطوة. يعني مثلا أنت لغتك بايثون، ليس من العيب انك انت تقول ان انا ابقي مهندس بايثون لسنوات خبره كبيره، اتناقش وياه حول المشاكل الموجوده عندي. بس طبعا بعد ما تحاول، عرفت شلون؟ ليش بعد ما تحاول؟ عشان انك انت تاخذ اكبر قدر من المشاكل اللي راح تواجهه، وتستغل هذه الجلسات في انك انت تطرح هذه الافكار. ولكن اذا رحت بشكل عشوائي وطلبت بشكل عشوائي ولا دونت اسئله، بس متابي اصلا. فبهذا النحو فكانت المقابلات هذه والجلسات ذات قيمه كبيره جدا. هالشكل يعني. فوصل الجميع بهذا السلوك الجميل يعني. ما اشوف انه هو خطا، اشوف انه هذا صح بعينه وعلمه. انت تشوف انه الجافا سكريبت هي لغه المستقبل. اي في الويب نعم صحيح ارى ذلك، ولكن بي اتش بي يعرف ايش تتوقع؟ بي اتش بي ممتاز جدا. عرفت شلون؟ واكثر استخداما يعني في معظم الناس. يعني اصلا معظم السيرفرات اللي حجزت يقولون لك استضافتنا بي اتش بي. فممتاز من هالناحيه. فحلو انه يكون في الباك اند مثلا بي اتش بي. لا عرفت شلون؟ بس انا بالنسبه لي